الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المتصف بالجلال والكمال، المنزه عن الأنداد والأشباه والأمثال، قيوم لا ينام، عزيز لا يرام. نحمده سبحانه أن هدانا للإسلام وبلغنا شهر الصيام والقيام. أحمده تبارك وتعالى حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وأفضل رسله الكرام، الذي بيّن الحلال والحرام، فما ترك خيرًا إلا ودل أمته عليه، ولا شرًّا إلا حذَّرهم منه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ ما تعاقبت الشهور والأعوام. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والإكثار من ذكره وتدبر كتابه، فإن ذكره تعالى حياة القلوب ونعيمها وأنس النفوس وبهجتها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان، لو قيل لأهل القبور تمنوا لتمنوا يوما من رمضان. إي والله إنها لنعمة عظيمة. إن إدراك رمضان نعمة عظيمة عباد الله، إنها عطية الرحمن، شهر العطايا والمكرمات والبركات والرحمات، شهر يأمر الله فيه بفتح أبواب الجنان وبغلق أبواب النيران وبتصفيد الشياطين، فيه من الأجور ما لا يخطر على بال. فطوبى لمن أدرك رمضان فصامه وقامه وأحسن فيه العبادة واغتنم أيامه. طوبى لهم والله، إنها لنعمة عظيمة تستوجب الشكر عباد الله. أيها الصائمون هنيئا لكم، أيها الصائمون هنيئا لكم، يا من امتثلتم أمر ربكم فتركتم الطعام والشراب والشهوات طاعة لله، هنيئا لكم. فإن ربكم سبحانه وتعالى وعدكم بعطاء عظيم. واسمعوا لهذا الحديث: وما أعده الله عنده للصائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها،
إلى 700 ضعف. يقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. الله أكبر. الحسنة تضاعف إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف. يقول الله تعالى: إلا الصوم. الصوم يخرج من هذه المعادلة، لأن له أجراً لا يستوعبه العقل. الله سبحانه وتعالى ادخر عنده أجراً عظيماً للصائمين. وإذا تكفل الكريم سبحانه وتعالى بالجزاء والهدية والعطاء، فاعلم أنه لا منتهى لها، فاعلم أنه لا منتهى لها. وحينها لا يفنى نعيم العبد، وتتوالى الأفراح، فرح بضياء الوجه وبهائه، وفرح بظل عرش الرحمن ولقائه، وفرح بالوصول إلى باب الجنة، إلى باب الريان، الباب الذي أعده الله للصائمين. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. وأي فضل عباد الله، وأي فضل هذا، وأي نعيم أن تدخل جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، غمسة فيها تنسي كل شدائد الدنيا وبؤسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. يعني كان في هذه الدنيا فقيرا، في أمراض، في بلاء، في كرب، في ضيق، سبحان الله، يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. سبحان الله، هذه بغمسة، فكيف بنعيم مقيم لا يحول ولا يزول؟ ثم يزداد الفرح برضا الرحمن الرحيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول سبحانه وتعالى: هل رضيتم؟ فيقولون: يا رب، وما لنا ألا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول سبحانه وتعالى: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟
فيقول سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ويزداد الفرح وكمال الفرح والسرور برؤية الرحيم الغفور سبحانه وتعالى، وكمال الفرح والسرور برؤية الرحيم الغفور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الجنة هل أزيدكم؟ فيقولون: يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف عن الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من رؤية ربهم عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فاللهم لا تحرمنا من هذا الفضل العظيم يا رب العالمين. ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اجعلنا عندك من المقبولين يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ذي الفضل والإنعام، فرض علينا الصيام وجعله جنة وسبيلا موصلا إلى الجنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وأطاع ربه واستقام. صلى عليه الله وعلى آله وأصحابه الكرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب مسلم كما جاء في الحديث. أحب الأعمال إلى الله، ربكم سبحانه وتعالى يحب هذا العمل، سرور تدخله إلى قلب مسلم، والجزاء من جنس العمل. كما أدخلت السرور والفرح إلى قلب أخيك فإن الله سيدخل الفرح والسرور في قلبك. فرح في الدنيا وفرح في القبر وفرح يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. أحب الأعمال سرور تدخله إلى قلب مسلم. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فجودوا بأموالكم عباد الله، الصدقة في رمضان ليست كغيرها، الصدقة في رمضان لها أجر عظيم. جودوا بأموالكم وقدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله. نحن في حال صعب، نحن في حال صعب،
وضيق معيشة، حالنا صعب عباد الله، غلاء معيشة، شدة في الأمور والأحوال، جودوا بأموالكم. ينبغي علينا أن نتكاتف، أن نتعاون، أن نتراحم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لا تقل سأتصدق في العشر الأواخر، ربما لا تدرك آخر رمضان. سارع في الخيرات، سارع في الخيرات، وسابق وبادر قبل أن تغادر، بادر قبل أن تغادر، واغتنم هذه الفرصة العظيمة التي قال الله عنها أياما معدودات، مدة السباق شهر واحد ثم ينتهي، ولربما لا تشهد رمضان آخر وتكون في عداد الموتى. أيضا أحبتي في الله، يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك أن يذهب كلك، ويوشك أن يذهب كلك. اغتنموا أعماركم عباد الله، ترون سرعة انقضاء الليالي والأيام. بالأمس القريب كنا نستعد لاستقبال شهر رمضان، وها نحن اليوم نصوم اليوم الخامس. فاغتنموا عباد الله، إنها فرصة عظيمة، إنها نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا، أن أدركنا رمضان وأن وفقنا للصيام والقيام. وأقول للشباب: يا شباب، نعم مشهد عظيم ومشهد جميل ما نراه من كثرة المصلين في الصلوات، والله إنه لمشهد طيب يحبه الله ورسوله، لكن يا شباب لا تكن مجرد اندفاعه ثم ترجع القهقرى. لا تترك المساجد عباد الله، يا شباب ثبتكم الله، ثبتكم الله، هداكم الله، آواكم الله. لا تترك المساجد، لا تتركوا طاعة الله بعد أن أنعم الله عليكم وأتى بكم إلى بيته. لقد صفدت الشياطين في رمضان، وتركت لتواجه نفسك، لتواجهها، لتجاهدها، لتربيها. فرمضان مدرسة لتربية النفس. أثبت على ما أنت عليه، أثبتوا عباد الله، ثبتكم الله، آواكم الله. حافظوا على صيامكم، حافظوا على صيامكم، وصوموا الصيام الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الصيام الذي يرضاه الله هو الصيام الذي يحقق التقوى، هو أن تصوم جوارحك كلها، أن تصوم عينك عن النظر إلى الحرام، أن تصوم أذنك عن سماع الحرام، أن يصوم لسانك عن قول ما لا يرضي الله، أن تصوم يدك ورجلك وفرجك وبطنك. هذا هو الصيام الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. أنتم في شهر الدعاء، دعوة الصائم لا ترد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر فيه من الدعاء. من منا خلا بنفسه لدقائق وذرف الدموع وألح على الله
وتضرع بين يديه أن يعتقه من النار. عباد الله، في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، عتقاء من النار. فهل توجهت إلى الله؟ وهل ألححت بالدعاء أن يعتق الله رقبتك من النار؟ هل هذا هو همك؟ هل هذا هو هدفك؟ ما معنى أن يعتق الله رقبتك من النار؟ يعني يأمر الله تبارك وتعالى ملائكته الكرام أن اكتبوا عبدي فلان أنه بريء من النار. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من عتقائك يا رب العالمين. ولا تنسوا إخوانكم في غزة من دعائكم، فهم في كرب شديد. لا تنسوا إخوانكم في غزة، ليكن لهم نصيب كبير في دعائكم. ادعوا لهم، ادعوا لهم أن يفرج الله عنهم، أن ينصرهم الله تبارك وتعالى. فاللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فرج عن إخواننا في غزة يا أرحم الراحمين، اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل عليهم أمنك وأمانك. اللهم ربنا أفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم أنزل السكينة عليهم يا رب العالمين. حفهم برحماتك، حفهم ببركاتك، سخر لهم جنود الأرض والسماء يا رب الأرض والسماء، يا رب الأرض والسماء، يا ذا الجلال والإكرام، يا مالك الملك العظيم، يا رب العرش الكريم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم بشار وأعوانه، اهزم اليهود ومن والاهم، يا عزيز يا جبار، يا واحد يا قهار، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. يا رب دعوناك يا ملك يا عظيم، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، ألا ترد دعاءنا خائبين. وأنت الكريم، وأنت الكريم، وأنت الكريم. فيا الله، فيا الله، فرج عنا وعن أهل غزة يا أرحم الراحمين، فرج عن أهل السودان يا أرحم الراحمين، احقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا يا سميع يا مجيب، يا سميع يا مجيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.